عمرك ما كنت خفيف علينا، دائما عبورك هم فينا. كلمات تسطرت على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل اسم أحوال طريق قلنديا. صفحة بدأت بيضاء قبل أن تعتريها مفردات معاناة الفلسطينيين المارين يوميا عبر حاجز قلنديا الفاصل بين القدس ورام الله. يقال إن الحاجة أم الاختراع، ففي سعيهم إلى إنهاء معاناتهم اليومية في الدخول والخروج من هذا الحاجز الذي يبدو أحياناً أن العمر يمر قبل أن يعبر الفلسطيني. صفحة قلنديا صارت إشي كتير مهمة في حياتنا وإشي أساسي، لدرجة إنه كل يوم الصبح قبل ما أطلع على الشغل أول إشي بعمله بفتح الصفحة بشوف كيف وضع الطريق، كيف وضع الحاجز. صفحة كتير مهمة لأنه قلنديا دائما أزمة أو فيش واحد بيعرف شو بصير، فمفيد بالنسبة لأنه يلاقي إشي بالسوشيال ميديا إنه يتابع الأمور هاي، نطلع عليها طبعا كل مرة الواحد بده يتحرك. ما استدعى استحداث صفحة تسهل حياة العابرين ولو بأبسط الوسائل، فيتمكنون من معرفة أحوال الحاجز أكان مغلقاً أو مفتوحاً، سالكاً أو مأزوماً بزحمة خانقة، ناهيك عن مزاج الجنود الإسرائيليين الذي غالباً ما يصعب رصده. أحوال الطريق في حاجز قلنديا طبعاً أعطاني، بعض مرات بكون أزمة خفيفة، بعض مرات لما بكون أزمة كثير بنغير الطريق. اللافت أنها صفحة فريدة من نوعها إقليمياً وحتى عالمياً، فهي باتت تشكل جزءاً من حياة كل فلسطيني يعبر هذا الحاجز الذي يفصل بين مدينتين لا تفصل بينهما سوى بضعة كيلومترات، إلا أن الواقع أوجد رحلة تستغرق ساعات وتحتاج إلى تصاريح خاصة للمرور. الحاجز واقع والانتظار مأساة والعمر يمر، فإذا كانت إزالة هذا الحاجز مستحيلة اليوم يمكن إنهاء بعض من مأساة الانتظار، خصوصا وأن وقت العابر الضائع يحسب من لقمة عيشه، والوقت متى ذهب لا يعود. من حاجز قلنديا، نادين خماش، العربية، الأراضي الفلسطينية.